السلام عليكم. ان شاء الله ده فيديو عن سيد لاب فيز كونسول، مقارنة مع كونسول 3 دي. نشوف سيد لاب بيقدر يعمل موديلنج اكوستكس للشكل اللي قدامنا ده عبارة عن انلت في L1 انلت 1 اوتلت، بس ان البايب هيحصل زي تشينج الدايمتر، هيبقى مثلا هنا 50 مللي والدايمتر 50 مللي. بعد كده اللينس هيكبر والدايمتر هيكبر، بعد كده يحصل كونتراكشن تاني للدايمتر بس اللينس هيفضل 100. بعد كده يحصل زي بيند 90 ديجري 90 درجة، بعد كده ينزل 75 مللي دايمتر 50، بعد كده يرجع تاني يمشي نفس الكلام سيمتري اللي فوق زي اللي تحت بالظبط كده لغاية لما يطلع من الاوتليت. هنعمله بسيد لاب ونعمله بكونس، طالما مع بعض كده نعمله بسيد لاب. نروح خالص طبعا، هنروح له فريكونسي، الفريكونسي مليمتر، ونختار نيكست. بعد كده هنا هناخد اول حاجه البايب الاولانيه، بعد كده في هيبدا يحصل زي اريا كونتراكشن، صح؟ اريا قصدي اكسبانشن. الاول اريا هتكبر، ثم بعد كده بايب تانية، تمام. بعد كده هيبقى في اريا كونتراكشن، ماشي. بعد كده هيبقى في ال بايب التالتة، اوكي، اللي هي هنا. طبعا ممكن نعمل ده بكمباشن، اسمه ايه، باكسبانشن شيمبر. يعني ايه اللي هو احنا جبنا اكسبانشن شيمبر اصلا؟ يعني هيغني عن ال اسمه ايه الـ الـ كل ده هيغنى عن كل ده، بس انا هعمله احسن بايب عشان التول ده انا محتاجه برضه. خلينا نشيل الاكسبانشن شيبر ونمشي كده. بعد البايب ده هيبقى فيه بند 9، ممكن نجرب الاثنين. يعني 90 هيبقى فيه 90 درجة، ماشي. هيبقى بند هنا بس هيبقى هنا 90 90، تمام. بعد كده هيبقى فيه بايب تاني، اوكي، هنا ونلفها برضو، تمام. بعد كده هيبقى فيه بند تاني، تعال نلفها، اوكي، ماشي. بعد كده هيبقى فيه بقى نفس الكلام اللي فوق بقى، اللي هو فيه بايب هنا. بعد كده هيبقى زي area expansion، اوكي، بس نلفها، تمام. بعد كده بايب، بعد كده area contraction لأن هي الاريا بعد كده هتقل، اوكي. بعد كده البايب، طبعا انا بلفها ليه؟ بس عشان خاطر ايه، شكل الموديل يعني، ممكن ما تلفهاش يعني. تعالى بقى نبتدي مع بعض كده. فاحنا اول حاجه خالص ممكن ناخدهم هم كلهم كده ونطلعهم لفوق، ونخلي دول كلهم على نفس الهوريزونتال لاين، تمام. ونخلي ده وده وده فيرتيكال لاين، اوكي، وده 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 horizontal، تمام. ممكن بقى تظبط دول ودول ان هو يبقوا vertical عشان يبقى كلهم نفس المسافات برضو، لو انت عايز يعني تظبط يعني. تمام، ده وده بس كده. تعال بقى ايه، نمشي مع بعض كده واحدة واحدة. بسم الله. خلاص انا محتاج احط الالت بتاعتي، فده الالت الستارت وده الاند. بعد كده ندوس اسكيب او ندوس هنا عشان نعمل كونكشنز، ماشي ماشي. وهكذا بقى، انت ايه تفضل ماشي موصل كده، تمام 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 ماشي. وغالبا ده كان ممكن نتأكد إن هما تمام كده. تعالوا بقى إيه نعملها مع بعض. أول حاجة خالص البايب الأولانية ده كام؟ اللينس كان 55 مللي، والدايمتر كان 50 مللي. بعد كده هنا area expansion، قلة area هتبقى قلة الدايمتر هيبقى 50، والأوتلت دايمتر هيبقى 200، مفيش extended lens.
بعد كده البايب اللي في النص تبقى بقى 100، والدايمتر هيبقى 200. بعد كده area contraction هيبقى ال inlet area ال inlet diameter 200، بعد كده outlet diameter 50. نرجع هنا تبقى اللينس 100 والدايمتر 50 اللي هي ديت. بعد كده يبدأ في بند 90 درجة والدايمتر هيبقى 50، الدايمتر بتاع البند ده هو 90 درجة. ماشي. بعد كده ويك اكسكلود اكوستكس افكت، لا طبعا ده انا عايزه، ده انا هو ده مهم اصلا للاكوستكس افكتس. بعد كده البايب هيبقى هنا 75 والدايمتر 50. بعد كده هنا هيبقى 90 والدايمتر هنا هيبقى 50، وخلي هنا ريدس دايمتر 1 وهنا برضو ريدس دايمتر 1. تمام. بعد كده هنا اللينس بتاعنا هيبقى 75، لا اللينس بتاعنا هيبقى ايه، 100 والدايمتر هيبقى 50. بعد كده هيبقى ال دايمتر 50 والاوت للدايمتر 200. بعد كده هيبقى اللينس بتاعنا هنا 100 والدايمتر هيبقى 200. بعد كده يحصل كونتراكشن، ال دايمتر هيبقى 200 والاوت للدايمتر 50. وبعد كده بقى الاوتلت بتاعنا هيبقى 150، لا هيبقى 50 والدايمتر هيبقى 50. تعال نشيك كده مع بعض، ده 50 50 100 200 150 150 90 50 75 50 90 50 150 50 200 200 50 50 50. تمام، انا كده اعتبر خلصت. نروح هنا بس نبتدي الأكوستيكس بتاعنا، ممكن نبتدي من 5 ونمشي بستيب 5 ونقف مثلا عند 1250 ونعمل كالكوليت أكوستيكس. تعالوا نشوف مع بعض كده الريزلت بتاعتنا تبقى شكلها عامل ازاي بعد ما نخلص. وطبعا هو مش هياخد وقت ان شاء الله، يعني على طول. اوكي، ده شكل الأكوستيكس بتاعنا او الترانسميشن لوس. يعني طبعا انتوا شايفين فيه كذا زي كذا بيك بسبب اللي حصل وبسبب البند، يعني اللي حصل اوكي، وسبب كمان التشنج اوف دايمتر. فتعالوا كده مع بعض، انا هعمل هنا البلين ويف واخره هنا ال1000. طبعا كل ده لو فريكونسي، وطبعا بعد كده في هاي فريكونسي، بس احنا مهتمين باللو فريكونسي. تعالوا بقى نعمل حته اللي انا سايبها دي، ونعمل يعني سيف كارنت، هسيف دي كده واسميها مثلا اريا. احنا استخدمنا هنا اريا اكسبانشن واريا كونتراكشن، فاسميها هنا area change. ماشي. اوكي، وتعالوا بقى نعمل واحدة ثانية كده new version. اوكي، نغير ده بقى خالص، نشيل ده كله كده. ماشي، ونعمل ايه زي expansion chamber. تمام، انا اشيل ده واشيل دول واحط هنا بقى ايه اكسبانشن شامبر، هنا اكسبانشن شامبر. ثانية واحدة. تمام، رجعنا. هو المفروض احنا حاطين اكسبانشن شامبر، فاضل اكسبانشن شامبر ده المفروض بقى ايه ياخد الجزء ده. تعال بقى نشوف هو عايز مننا ايه. هو عايز ال شامبر لينث، هو يعني هو بالظبط هياخد الحتة دي بس. اوكي، فهو هيبقى 100 وهيبقى الشمبر اريا الشمبر دايمتر 200، كان ال الدايمتر 50، الاوت للدايمتر 50، ومفيش اكستندد لينس. اوكي، ونفس الفكره هنا برضو، هيبقى 100 200 ال الدايمتر 50 والاوت للدايمتر 50. تعالوا بقى ايه نوصل ما بينهم. ماشي، ونوصل ما بين ده ما بين ده وده بين ده وده. وتعالوا نحل نفس المسألة تاني كده ونشوف اللي هيحصل. ممكن حتى نعمل هولد اون كده ونشوف هيبقى في فرق ولا لأ.
بص يعني هو طبعا مفيش فرق يعني غير قليل شوية بين هما الاتنين، بس ايه احنا ممكن نحتفظ زي ما قلتلكوا بالاتنين ونسيف ال current location ونسميها expansion chamber. تمام، بس يعني رب يكون فيديو مفيد ان شاء الله. هنتقابل فيديو تاني، والفيديو طبعا تكملة الفيديو الجزء التاني بتاعه هيبقى مقارنة مع كونسول بإذن الله، ونشوف هل كونسول طلع نفس الريزلتس ولا لا. نتقابل ان شاء الله فيديو جديد. سلام.